حلقة اليوم ممنوعة لعمرهم أقل من 12 سنة. EFM نهجة تريبيونال لانترفيو مع جيهان بن عبد الله. بلادنا تونس اللي هي الرائدة في العالم العربي على صعيد مكافحة العنف ضد المرأة، وهذه الحقيقة من خلال ترسانة قانونية مهمة لحماية حقوق النساء. هذه فخر لينا كتوينسة، ولكن المشكلة أنه ترسانة هالقوانين وحتى العقوبات اللي تجرم الاعتداءات ضد المرأة، الاعتداءات والعنف بأنواعه، ما كانتش كافية باش تحمي المرأة، باش تحمي المرأة التونسية. وهالظاهرة هذه قعدت في ترامي كبير برشا، وفي الأوساط الكل ما نجمش نقوله اللي هي حكر على وسط معين ولا على مستوى تعليمي معين وإلا على جهات معينة، على خاطر كيما المرأة الريفية كيما المرأة اللي مش قارية، كيما المرأة اللي قاعدة في الدار، كيما المرأة اللي تعيش في وسط شعبي نوعا ما، تعاني من هالظاهرة هذية ومن العنف. وهذه حسب الأرقام كيفها، كيف المرأة المثقفة المتعلمة سيدة الأعمال زادة أحيانا، ولا اللي تعيش في مناطق راقية. فما أرقام الحقيقة تخوف، أرقام كبيرة برشا. بالنسبة للرقم الأخضر لوزارة المرأة تقول 75% من الحالات، حالات الاعتداءات، هي من قبل الأزواج، وهذه زاد حسب آخر دراسة قام بها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، يأكد هالظاهرة هذه أنه معظم النساء اللي قاعدين يتعرضوا للعنف يتعرضوا للعنف هذية من قبل أزواجهم. هالظاهرة هذية وصلت لحد القتل. تقريبا كل جمعة نسمعوا على حالة وفاة ولا نسمعوا على اعتداءات عنيفة ولا اعتداءات بشعة وجرائم كبيرة ضد النساء. شنو السبب اللي يخلي الظاهرة هذية تتنامى؟ شنو السبب اللي خلينا اليوم نقوله صحيح عنا قوانين ولكن هاو فمن سي قاعدة تتعنف؟ شنو الأسباب؟ شنو يرجع هذا لينا نحن كتوينسة كمجتمع؟ يرجع لتكويننا، يرجع لثقافتنا، يرجع لقرايتنا، يرجع للتربية في العائلة؟ شنو الأسباب؟ هذا سؤال لحقيقة نطرح عليكم كل مرة وين ما نحكيه على الموضوع هذية العنف ضد المرأة. نستنى في إجابة يمكن جي منكم أنتم، على خاطر بالإجابة هذية لعل نجم نصلحه. اليوم نحكيه مش فقط باش نقولوا شوفوا نساء شنو تعاني، نحكيوا باش نكشفوا لكم حقيقه وواقع، وباش نحاولوا نلقاو حلول ونحاولوا نصلحوا مع بعضنا. وضعيه اليوم، الضحيه هي زوجه وام ريم عندها زوج صغار، هي بائعه متجوله اصيله جبل جلود. واليوم نحكيوا على عنف شديد تتعرض له قدام الناس في الشارع بعد اكثر من 14 سنه عرس. هاوش تعرفوا أكثر تفاصيل على وضعية اليوم. مرحبا ريم. حيشك. مرحبا. نحب نعرف معاك الحكاية كيفاش بديت من الأول، كيفاش تعرفتوا على بعضكم، كيفاش عرفتوا بعضكم، كيفاش اخترت الإنسان هذية باش يكون شريك حياتك؟ بديت من الأول أنا نخدم، حاسولو مشيت نخدم في غاديكا في في في, في, في ريتشارد ديغول غاديكا، حديت هكا شوية سرعة حبيت نعاون دارنا وكل شيء، قلت خلي نخدم أول واحدة أنا نخدم غاديكا في السوق، ما كلها رجال، فهمت، كلها أولاد، كلهم معناها بيتين، كيفاش معناها مرأة تخدم بين الرجال بالعمل؟ حتى الحاكم ساعات يجيني يقول لي يا أخي أنت هاربة من داركم، قل لهم ليه ديري نخدم، حد برا نطلبكم أمي بابا راني نخدم، معناها أخي كان الرجال بركة تخدم تبيع وكل شيء، حتى راني نحب نخدم. اللي هي خدمة متاع رجال مش متاع نساء، هما الكل يقولوا معناها متاع رجال متاع رجال، فهمت، كيفاش ما تنجمش تقدها أنت؟ قل لهم أنا اللي نقدها، نحب نشري ونبيع، فهمت، نحب الجو هذاك، نحب الجو هذاك. علاش اخترت الخدمه هذه بالذات؟ وقداش كان عمرك وقتها؟ انا عمري في 23 كيكه، 23 اي خدمت حاسيلو غاديكا. فما على برشا عبيد هكا يبداو يتبولدو يبداو معناها كل مره يرمو كلمه ما عرفش انا حقرتهم، فهمت، وهذايا اللي صايد لي انا مش حتى عرفت بيه صحيت. هو مازال زوجك؟ مازال ما طلقتوش؟ مازلت اي يخدم غاديكا. هاكو مره حسيلو يجي يقعد بحذاي ما عرفش هاك تسحق حاجه هني بحذاك هني ما نعرفش شنيا، وانا معناها بنيه وحدي غاديكا، فهمت، في السوق. كل مره حسيلو هكا يجي معناها بحذاي هكا كون كوا يعاوني ما نعرفش شنيا، كنا هكا صحاب نورمال اول مره. ومن بعدش قال لي راني معناها نحب نجي نخطبك وكل شيء، قلت يا ميسيلش معناها انا وحدي غاديكا في السوق وكل شيء، على الاقل يبدا معناها معايا راجل، فهمت، كي يشوفوا معناها ويقف معايا راجل تو ما عاش معناها حتى واحد يتبولد ولا واحد معناها من اللي يشريو، فهمت، يبداو معناها كل مره
مرة تصير حكاية. ما تعجبكش كلمة مش حلوة. أنت استلطفتو، استقربتو، حبيتو، على إما أساس اخترتو الزوج؟ أنا قلت معناها، قلت هكا معناها حماية ليا، فهمت؟ هكا معناها ويعاوني على معناها هكا، أنا نخدم هو، أنا نخدم هو يخدم، وكان عاونوا بعضنا، فهمت؟ هكيكا معناها أنا مخي هكيكا، فهمت؟ عرست قداش عمرك؟ عرست عمري 30. 30 سنة، عمر محترم للزواج. امرأة بمخها بعقلها تعرف تختار شريك حياتها. كيفاش كنت تشوفه كإنسان قبل العرس؟ نعرفه يشرب راهو هو قبل العرس. أما أنا شنية تخميمي ديما نقول معناها أتو معناها من بعد كيف نعرسه ونجيب أنا صغار وكل شيء، أتو معناها يتبدل، أتو كي يعمل يحس يعرف المسؤولية وكل شيء هكيك، فهمت؟ ويشوف معناها اللي أنا جبت معناها صغير وفهمت ولا كل شيء، تو معناها يتبدل، يشوف ولده يتبدل، فهمت؟ هذيك انا هذيك شنية مخي، قلت انا من بعد العرس يتبدل. شو كنت عنده سلوكات تنجم تقول الراجل هذايا ما ينجم يكون كان راجل عنيف؟ كنت عنده سلوكات من نوعيه هذايا قبل العرس قبل العرس؟ اي نشوف فيه، يا نشوف فيه يعمل في العرك غاديكا مع الناس مش معاك؟ مش معايا انا، ليه اول مره مش معايا انا، ليه اول مره سافا مريقل، فهمت؟ اي من بعد العرس كثر الشيء، فهمت؟ قبل العرس، قبل العرس نشوف فيه معناها يعمل مشاكل هكا مع الحاكم، فهمت؟ كي يجوا محاكم فهم مش يفكوا له السلعه ولا حاجه، يبدا واح واح ويجبد لامح يضرب روحه مش يسيبوا له السلعه، فهمت؟ يعمل مشاكل برشا، فهمت؟ غاديك كل شيء. كيفاش غزرت لهم انت المشاكل هذو؟ ما حسيت انك نجم تتمين على روحك مع انسان يتعامل بالطريقه هذه؟ انا قلت حتى كيف نشوفه معناها يتعارك مع الحاكم، كل هذاك يتعارك على خاطر سلعته، فهمت؟ على خاطر سلعته، مش ما نصورش معناها كي مش يعمل لهم هكا نهار معايا، فهمت؟ باش يجبد لام ولا باش ولا باش يضربني ضرب معناها ضرب، فهمت؟ ونقول انا ليه ما معناها على خاطر صحيتي، نقول على خاطر خدمته يكون هكيك يتصرف، فهمت؟ يخوف العباد يعني يخوف فيهم، مش معناها يقعد يخدم، فهمت؟ ما جاش البال. ناقشتوا فيه الموضوع هذا؟ حكيتوا فيه؟ يقول لي نقول له انا علاش هكيك تبدا تحكي مع الحاكم هكيك؟ احكي معهم بسان حلو، فهمت؟ كيك تنجم تعدي روحك، فهمت؟ علاش بالعنف؟ علاش بالعنف؟ يقول لي لا ما يفهموا كان هكيك، ما يفهموا كان هكيك، هو ديما في مخه العنف، معناها ذاك هو الوسيله، هو الحل، صحيت الحل هذاك هو الحل، ديما نحكي معاه دي والله وصلت ديما نقول له معناها هذه معناها بعد العرس نحكي لك، نقول له انا امشي للطبيب ما فيها باس، راه كنت تمشي معناها للطبيب تمشي لبسيها كي تحكي معاه، فهمت؟ معناها عادي، فهمت؟ يقول لي ليه اطول نحي خاطر هو يسعف المخدرات، فهمت؟ اطول نحي اي اطول نحي، فهمت؟ نقول له ميسالش نحي ومشي للطبيب زوز، معناها يعني نفهم من كلامك اللي انت قبل العرس كنت عارفه عيوب الشخص هذا، خلطتوا عرفتوا بعضكم بالقديه، خدمتوا بحث بعضكم، عديتوا فتره متاع خطوبه محترمه، عرستوا، كنت تشوفوا كيفاش يتصرف مع الناس وتعرف انه انسان عنيف، ومع ذلك قررت ان انت تربط حياتك بيه. عائلتك كان عندهم راي في الموضوع هذا؟ رافضين رافضين رافضينه، خليته مره رافضينه دارنا، كانوا مش راضين على العرس، رافضينه هو رافضينه، قالوا لي ليه ما تاخذوش وكل شيء، قلت لهم انا راني مش معناها مش ناخذ، واخي معناها انسان، قالوا لي ليه شد الحبس يعني في المشاكل وكل شيء، ميساج، قلت لهم اخي كان هو شد الحبس، او اخي برشا شدوا الحبس ومن بعدش هاكم تيبوا معناها وشدوا ثنيه وكل شيء، معناها نعطوه فرصه، فهمت؟ نعطوه فرصه، هاو يعمل في المشاكل، ميساج تو كيف يعرس تو يعرف مسؤوليه، يعرف معناها مصروف، يعرف برشا حاجات تو يعرف مسؤوليه، كان عندك امل كبير اللي هو يتصلح، هذيك مشكلتي. انا عندي امل كبير. ريم لو كان تسمح لي في السؤال هذايا، انت قلت لي عرست عمرك 30 سنه هكا ولا لا؟ احنا عندنا عقليه مالوغوزمون في معظم البلدان العربيه وفي تونس عندنا منها، كي توصل 30 سنه جاي وقت العرس لازمني نعرس، مش مشكل مع شكون باش نربط حياتي، هات نعرس هات نجيب صغار الباقي تو يجي. كانت عندك الفكره هذه؟ اي صحيح، اي كانت عندي. كي تغسل الوقت التالي توا شنو تقول لروحك؟ نندم على النهار اللي انا خممت كيكه، قلت انا كان اول حاجه صعنات مع اللي انا ما سمعتش كلام والديا، ريت لي صاير فيا انا هذا الكل، خطرني من حق ما سمعتش كلام والديا، هذه اول حاجه. ثاني حاجه اني كنت نخمم معناها قلت تو 30 سنه ونخدم في السوق وكل شيء، وشكون باش يخسر لي انا نخدم في السوق؟ عرفت هذاك كله نخممت فيه راهو، فهمت؟ سامحني زيد مره اخرى في الكلمه بين قوسين، يعني يمكن وقتها ما صدقت لقيت مع شكون تربط حياتك؟
مش ما صد اي سامحني في الكلمه انا مفنسه مش كون شي اما هذا تفكير عند برشا هذيك علاش انا حبيت سامحني مدام معك انت نحكي فيه انا نقول انا شو بالحق راني نحكي معك بصراحه نقول انا تو شي خزل لي واحد نصابه و 30 سنه وشكون شي اخوني بالحق اي خممتها انا ليت نحكي لك حاجه قلت لك انا يقولوا نصابه خاطر انا فما في الفامي انه فما واحدين استعاروا مني دي انا نصاب خدمه نهار ما فيها عار اي اللي لا يسرق لا يخطف لا ينهب لا يخون من غيره فما في الفامي اللي نشوفه من البعيد متعدي وشوفني معناها ناس بايا روحوا ما شافنيش تعدى يجرب وجعتك برشا الحكايه هذي دمعتك عزيزه ريم مكل امراه تونسيه على روسنا الناس الكل واللي عشتوا انا نقول هو صعيب تحملتوا انت تحملوه ولادك تحملوه معاك عائلتك زيده ولكن انا كي نشوف اللي صاير على نساء تونس نقول الحمد لله وقف الموضوع هوني اعتداءاتها وانت باش ترجع تحكي لنا عليهم باكثر تفاصيل خليني كمان نحب نزيد نعرف السنين الاولى نتاع العرس كيفاش كانت العلاقه بيناتكم نحب نعرف العنف وقتاش بدا اكيد عديتوا فتره هكا متفاهمين في صحفه العسل كيما نقولوا واحنا بعد العرس لا بعد العرس بجمعه شنو السبب هكاك روح ما ساعة متاع الليل قلت علاش انا معناها توا هكا واحد جمعة عرس وتخلدي فيا وحدي معناها في بزيرة مش حومتي ما نعرف ايش فهمت شادني بالكفوف اضرب 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 حاسيلو قطع لي جبتي هكاك وخرج هكا للشارع خرجني هو خرجني من الدار طردك من الدار صحيت تصور انت ندور في الشارع قلت يا ربي حني جمعة العرس انا مش مشي دارنا فضيحة فضيحة رجع انا لدارنا في جمعة عرسي بقيت دور 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 تعاود رجعت للدار نلقاه هو مكفرت مع عرفتك اللي هزو صحيت هزو النوم رقد والله ندور والله في باب الديره ما ساعه نتاع الليل هنا ميساج نحب نرجع نقول سالتك شنو السبب خاطر حبيت نعرف شنو السبب اللي خلى المشكل هذا ينطلق اما راهم فما حتى سبب ينجم يبرر العنف هذه قاعده ديما نقولوها ومثال نعاود ناكدوا عليها مره اخرى الاعتداء الاول كان بعد جمعه من العرس شكيت ولا لا نشكيتش خاطرني اول جمعه ديما انا نخزر ونقول ليه معناها شو مش يقولوا العباد في جمعه تهرولانيه مشيت شكيت في جمعه تهرولانيه مشي ضربها ما سمعتش دارنا قالوا لي دارنا تحملي مسؤوليتك دارنا قالوا لي تاخذي تحملي مسؤوليتك ما مشيتش شكيت لا ما شكيتش لا ما شكيتش وقعدت خايفه من كلام الناس كلام العباد مده 14 سنه النتيجه تتعرفوها بعد شويه ضيفتنا ريم باش تحكي لنا على الاعتداء اللي صار لها من قبل زوجها في تونس في البلاد اللي تحمي حقوق المراه من المفروض احنا نرجع معكم بعد شويه في نهج تريبونال انترفيو مرحبا من جديد انتم تسمعوا في نهج تريبونال انترفيو ضيفتنا ريم تحكي لنا على 14 سنه عرس الجمعه الاولى بديت بتريحه كليتها وخرجت مدي ساعه نتاع الليل دور في باب الديره وانتم تعرفوا مدي ساعه نتاع الليل شنو ينجم يصير في تونس في الاثناء زوجها راقد في الدار ما حبتش تشكي خافت على خاطر عندها جمعه بركه عرس خافت راه من كلام الناس مش من حاجه اخرى وحتى عائلتها اللي كانوا رافضين الزواج هذا قالوا لها تتحمل مسؤوليتك كامله الاعتداء ريم وقف هوني من قبل زوجك ولا تواصل 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 بالقدية زيادة يوميا باستمرار حسيلو نهار بعد نهار نهار ليه مرة سبك هاو تعديها ليلة كاملة وهو يسب مرة تعديها ليلة كاملة للصباح وانا نتضرب من الصباح وانا برش حكايات خايبة هذايا الى ان جبتوا صغار ولا حتى بعد ما عندكم زوج صغيرات زيد نفس الوضع ديما لوج على شويه امل لينا في حكايتك راهو ريم لين فما حتى امل انا حياتي كي معيت معاها كلها ضرب كلها تمرميت كلها ضرب وكلها تمرميت انا اي دار نسكن فيها نمشي نكري فيها نخرج منها يقولوا لي ليه انت محليك انت ما فهمت محليك اما مقلي هو لا
صدقني حاسيلو قدش من دار نكري وننقل على خاطر وهو يعمل لي في الفضايح غادي. نحب نعرف ريم وضعية المرأة اللي بين جيرينها في حومة ناس الكل تسمع كي تتعنف ومن غدوة صباح تخرج الشارع وتقابل الناس، نجم توزر في وجوه العباد نفسيتك كيفاش تكون انت كيفاش تحس روحك كامرأة. البريد الانية كس كنت في وسط البلاد في بيت زيرة غاديكا، ريت في بيت زيرة غادي في وسط البلاد، ريت تتاكلي تريح للصباح، تتاكلي في التريح وتسيحي وتعيد، انا نقول تو نسيح ونعيد ويجوني جيران جملة ما فما شيء لحد يطلع عليك. حاسيلو بعد حكيت كيكا 5 سنين كيكا حاسيلو درت بيه سكنتو في بحذية في جبال الجدود غاديكا، قلت على قلب بحذية في حومتي كل شيء معناها عائلتك بحذا عائلتي مش نجم معناها ديما عليها بأقل فهمت أقل ضرر أقل ضرر صحيت نحس بشوية ثم شكون ينقذني أي. يعني كنت متوقع الكارثة أكيد. أنا لت أمي أقسم بالله تقول أنا نبدأ قاعدة في الدار نتخيل في حنين مدخلينها في صندوق قسما بالله، تقول لي أنت حمد لله كتخلت لي هكذا والله. شلون يخليك تواصل العرس هذي مدة سنين هذوما الكل وانت تتعرض لعدد كبير من الاعتداءات بأنواعها دون بعد تصفهم لازد كنت تحب؟ شلون يخليك تكمل؟ خليني نكمل. أنا بعد ما عرست بعام حبلت مع أقل حتى من عام حبلت جبت ولدي لوليني ربي تفضلهول عايشك، قلت عيده وبالولايد معناها تو يرزن يشوفوا جايب ولايد وكل شيء. ساعة أنا من بعد 10 أيام يضرب فيا مازلت معناها مازلت نافس بعد 10 أيام من ولادتك بعد 10 أيام يضرب فيا. علاش يضرب فيا؟ أكل 10 أيام هذوك ماني نافس قاعدة في الدار مشني قاعدة نخدم، هاد المصروف ما عنديش، أمي تجيب لي في الماكلة تجيب لي في الفلوس معناها مصروفي كل شيء أنا ولدي، أختي تجيب لي في الحكوك نتاع الحليب وكل شيء، هو ما يجيب لي في حتى شيء. قايمين بيك وولدك أي والله مادام جيهن خرج حسيلهم بعد 10 أيام هبطت نخدم معناها نفس تصور انت وهبط نخدم فهمت هو ما يخدمش يخدم اما ما عرفتش شنو زوجك يخدم اما شنو ما يريتك اللي يصورهم في النهار اوب يمشي دول يمشي يشرب بهم ويروح يجيب لي حتى شيء حتى شيء. امي حاسيلو متهبط لي العشاء جيب لي المصروف ما عرفت شنو هي اختي زاده جيب لي الحكه الحليب جيب الكوش فهمت ذي في ولدي لولاني فهمت حاسيلو قلت لك في ولدي لولاني هبط انا تصور نفس عندي 10 ايام من الوالده هبط نخدم في حاجه سالتك ريم معليش وصلت في العرس هذايا مده 14 سنه وانت قاعده تتعرض للاعتداءات متواصله. انا اول حاجه ديما نخاف انا به انا ايش نقول لك انا عندي اختي مطلقه في دارنا في التو تعيش معنا معناها عندها زوج صغار دي ما عرفت نقول لك يا ربي حني انا تو كيفاش نمشي معناها ونقدم ونطلق كل شيء اختي معناها مطلقه بابا يعني فيها زيد انا مع زيد انا من نمشي انا وصغاري شنية فهمت تو فهمتني تو معناها اختي في دارنا وعندها زوج صغار وانا نطلق وزيد نمشي بحذا نمشي بحذا معناها بابا وامي شنو معناها زوج مطلقين وولوا 4 صغار فهمت هذيك اش نخمم ونخمم نقول الجيرين يقولوا هاي اختها طلقت زيد هي طلقت نخمم معناها نقول صحاب خويا الاولاد يقولوا هو شوف اخته معناها زيد طلقت برشا حكايات عندي كلمه معناها هاي كلمه مطلقه ما عجبتكش ما حبيتش تعيشها وتكونوا زوج خوات في العائله مطلقين يعني رجعت مره اخرى تظهر للناس وكلام الناس اللي هما ما مش عايشين معاك اللي انت عايشه وماهمش يضربوا معاك مش يتعنفوا انا العبيد ديما ريت علاش انا ديما نخزر للعبيد وديما نقرا حساب العبيد خاطر ديت العبيد هذوكم مثلا سواء في السوق سواء في حومتي في السوق ديما حنين راجل حنين محليها حنين ما فهم ديما هكاكا نقول انا معناها خاف لي يقولوا علي كلمه خايبه مطلقه عندي كل كلمه مطلقه هكاك يعني سؤال حنين الضرب احسن من كلمه مطلقه يمكن بالحق توا خطر كيف معناها صار لي هذا الكل ندمت لي انا معناها ما طلقتش من جمعتي الاولانيه انا نحكي له قول لي راك وقفتها من الجمعه الاولى فهمت اما انا ندمت توا ما خطر
بالحق ما لا نفعت لي عبيد لا نفعت ما نفعني حتى حد منفعني حتى حد توك تحت بيه منفعني حتى حد. انا كنت ديما نقول للعباد شو تقول للعباد ما نعرفش شنيا انا ديما معناها في نظرة العباد معناها معناها مرا باهية عاقلة تخدم على صغار اكيك الكلهم الكلهم نريد لونتوراج يعني حبيت تعطي تصويرة للمجتمع للناس اللي دايره بيك معرسة عندها زوج صغار متانية في دارها عايشة مرتاحة وتحملت انت الكواليس نتاع التصويرة هذيا الاهانات والعنف. شنو كان نوع العنف اللي يتسلط عليك؟ ضربة في وجهي ضربني في وجهي وعملت عملية على يدي على اللب متاع ايدي. هذوما الحاجات الظاهرة الخطيرة الكبيرة عم فما حاجات اخرى بخلافهم هكا ولا معناها قبل ما يصير العنف هذايا سبين ضرب نحن الباب متاع الجلاس يضربوا بيا في توكس عندي ذي قعدت تشوك هذي نريت في توكس تو قدامي ما نحبش قدام بوزة في توكس انا قدامي نكرهها في توكس كل ما شدت البوزة في توكس قدر وقتها نسكن في وسط في وسط البلاد في برشا ناموس ديما يلزم في توكس في الدار في توكس حاسيلو ما تفرغ في وجهي ما تفرغش عند الناموس تفرغ في وجهي انا حاسيلو انا عقدتي بالحق والله ضرب ثم فرق مختصة حنين في العنف ضد المرأة مشيت لهم شكيت بعد قديش قررت لي انت تشكي حاسيلو عندي تو حكيت عامين مني مشيت معناها ملي انا نشكي ملي انا في دارنا ونشكي عامين سي عامين سي مشيت لدارنا مشيت شكيت بيه وسي خذيت قرار مع كيفاش خذيت القرار هذا خاطر سي ولدت هنتي الغديكة في السوق معناها في ولا هنت الفيا برشا زادة فهمت يجيني مثلا انا واقفه هكايا يقول لي شكون شكون فاش في السرحه فاش كنت تخزر يدي فينا شكون نخزر هاني نخدم واقفه نخدم على روحي ليه تخزر الفلي ليه تخزر الفلي كفرت معناها المخدرات اللي عملها في راسه فهمت يستهلك مخدرات يستهلك مخدرات وقتها خديت القرار اللي انت ليه سي عرفتك الانسان باش تطلق ولا لا ليه سي تهنتل ولدت تهنتل قدام العباد فهمت توا عامين معناها كنت هكا دارو صيح وعياته وصحيح وكل شيء فهمت حتى كي نخرج من غاديك اصلا حتى العباد تحشم مش تسالني يعنيها شبيك البارح حاني تحشم وانا نحشم ما هذاش راسي جمله نتعادى نمشي توا ناخذ الكارو ونهبط نمشي نخدم على روحي اما عندي توا عامين كثر العامين هذوما كثروا برشا عامين هذوما حاسيلو جيني غاديك للنصبه يلي بيك العباد تسمع يلي بيك اللي عليك ما نعرفش شنيا يفك لي فلوسي تصور ان وحده واقفه سواش تي كلمت ترد تصب عليا برد حاسيلو ماكني وهو يشرب بعد يجي يفك لي فلوسي ضرب فك لي فلوسي بالحق بالضرب وسواسي فكيكا وجهك حال نمشي تعش معناها نمشي امي تشوفني تقول لي راني حزينه عليك خليت القرار باش طلق ومشيت شكيت قدمت قضية في طلاق زادة قدمت قضية في طلاق اي علاش ما طلقتش لتوا كان عمر عملتها بالتراضي تفهمنا قلت له مشو بالتراضي قال لي به اوكي مشيت بالتراضي ما حبش يجي قالت لي الرئيسة يزمك تبدلها راه بالتراضي ما يجيش حكاية فارغة مشيت بدلتها انشا ما يجي معناها ما يجيش جملة اخر مرة حسيلو ثلاث اللي فات عندي معناها جلسة ذي في الانشا وكل شيء كي مشيت لها انا معناها متذرة معناها عملية وجي مضروب وكل شيء قالت لي ما انا قلت لها نحب نطلق ما حاشي حاتيني حتى معناها انشا ميسالش قالت لي ليه مدام ما نطلقكش هكيك قالت لي لازمك تطلق معناها للضرر فهمت قدمت بخصوص الشكايات اللي قدمتهم في العنف تحاكم عليهم ولا لا في العنف ما توقف الجملة نمشي نشكي وما يتوقفش يعني انت في خطر وما يتوقفش ليه وحكيته الخطر هذا في المركز غاديك كان يهدك زيك اي تليفونات عندي فيديو حاسيلو مصور كيفاش هاد عليا للدار وكل شيء نمشي غاديك نقول لهم نمشي نشكي معناها راهو عمل لي راهو هكا راهو يحب يضربني في وجهي هكا قل لي راني شدك راني مش نضربك في وجهك كيفاش يتعاملوا معاك الفرقه يقولوا لي يتعاملوا معاه يسمعوني يسمعوني يحطوا نمرويا يحطوا نمروه طنطلبوه ونجيبوه وما فما حتى شيء ما فما شيء يسمعوني وبيه اوكي طنطلبوك برا واحد طنطلبوك ما فما حتى شيء اذا انا تعرفت العنف الكبير هذا قلت لهم انا قلت لهم راكم انتوما كان مش تسكتوا راني مش نضرب في وجهي راهو بيه ليه ما هكيك ما عنده ما يعمل
هو الحقيقة ريم هي الوضعية صعبة ولي عشت وانت عشو باش نصير توين ساخرين. اما احنا نقولوا رغم المفروض كي مرأة جي تشكيلك تقولك راني مهدى راني نجم نتضرب راني نجم نتقتل راو تنجم تصير حاجة خطيرة من واجبك تحميني. صحيح معناش مراكز إيواء الإنساء المعنفات حتى البادرة جات من جمعية وما عندهاش العدد الكافي, ولكن المرأة هذية هيك شكيت أكثر من مرة ما تمش اتخاذ إجراءات معينة في حقه وسمعوها. صحيح يعطيهم صحة بركة لو في يوم يمكن الإجراءات كانت تطول ولا مازالت مطولة, ولكن النتيجة كانت اعتداء كبير تتعرض له يدها وجهها. ها باش تحكي لكم على الاعتداء هذية أكثر. والأخطر من هذا أنه الاعتداء صار قدم ولدها صغير واللي هذية أثر عليه نفسيا. ها باش نرجع نحكي لكم بأكثر تفاصيل. أما قبل هذية قبل مريم تحكي لكم على الاعتداء اللي صارتها صار لها مع زميلتنا مرفت بن علي. ها باش تسمعوا بصوت عائلتها والناس اللي قرب منها كيفاش عاشوا هالاعتداء هذية, وهما يحكيوا لكم زيادة على وضعية ريم, ونرجع معكم بعد شوية. حسب الله نعم الوكيل فيه, حسب الله نعم الوكيل, حسب الله نعم الوكيل. ذرة هي وذرة صغار نهج كامل تقلب عليهم ومن احنا قدام الباب واقفين. شكون يرضى البنت هكا والاخت والام؟ ربي يهديه. عايشين في رعب, صدقيني عايشين في رعب. تصور انت ولدها معاه ويريد الشيء اللي صار لها, حسب لك حتى البراني باش يسمع بها يتيح وحده يعني يتصدم. امني ولا من بالله تمنيت تموت ولا تبقى معها. هي هابطة تقضي لولدها ليلة عيد ميلاد ولدها, تشري له سيرفات ما وكورة, وهو دخل هز الوليد من يديها ودخل الحماس في باله باش ياخذ له بقع عصير ولا, وهو ضرانته خذ لها اللام كسره وحطه في يديه. نهارت اللي ضربها هي حاشيه راسها تحت كهرباء. كما تخت عندها شو باش توصيها تجيب لها من وصل البلاد؟ يا حنان قلت لها يا حنان ضربت وجهي يا حلمت ضربت وجهي. انا اللي سمعته كيفاش صار الحنان بكيت تصدمت خفت على ولدها خاطر انا سمعت ولدها معاه. صدقيني نبكي بالفريش والمخد رقدت عليه. غضتنا خاطر معاه ولدها, ما اللي يجرى عليه هي يجرى على الناس الكل. احنا نهار اللي سمعنا بها ضرب تصدمنا, انا تصدمت, بناتي ما مش يسكنوا هنا تصدموا بيبكوا عليها العباد خاطر ما عندهاش مضرة حد في جبل جلوق. انا مش موافقه على الرسم تاعها بالكل, مانيش موافقين عليه, اما هي حطت قدام امر واقع فهمتني, هي شدت في صحيح وحبيته. ما هوش متاعنا بالكل, عايشة في رعب صدقيني, وقبل ما تاخذ عايشة في رعب. حبيته تحملنا وسكنها عندنا في الدار ومش محمل بيه, هو مش في المستوى عطوا تحملنا الشرب تحملنا الحرابش تحملنا الزاتلة في الأخوة اللي زرق. ما هوش متاعنا, احنا ناس محافظين ناس عايشة ناس محترمين, ما هوش متاعنا. رجلها عنيف عنيف عنيف, يعرف كان القوة ما يخممش على وليده نهار اخر. هو كي ضربها وضرها هكاك وخليها ما عادش تخدم على وليداتها, شكون تو باش يخدم عليه؟ تو يديها سقطت وبوها انتريتي ما راجل كبير. كي يجي بابا يبدو هاربين. ولاد عايشين في رعب, سيرتو الطفل بحق مهمش وليد مهمش ولا وهوه حتى بكلام ونفطق ولا وهوه حتى بيتكلم كان خارج بالصيف. وين شعبنا وين الحرية متاعنا ذي متاعنا وين حريتنا؟ مش لما تضرب كيف نكاك في تونس والعبيد حتى حد ما يحز. طبق القانون, عمل يخلص طو غيره ما يعملش. انا امنيتي طو نطلب من ربي ونطلب من العباد تمشي تحرق هي وصغارها ولا تموت في البحر ما تموتش مقتوله ما عنده هو فهمتني. انا نطلب من ربي نطلب من ربي تمشي تحرق هي وصغارها, اقسم بالله هذيك نيتي وهذيك حقيقتي, تمشي تحرق تموت في البحر كان مات هي وصغارها وين كان حيت هي وصغارها وين. بعد ما سمعنا عائلتك كيفاش عشت هالاعتداء هذايا, نحبك انت تعطيني تفاصيله. ريم كيفاش عشت نهار الحادثه؟ كيف بدا النهار؟ بدا نهار عيد ميلاد ولدي
فهمت. مشيت حاسيلو اختي حطتني طرف فلوس هكا، قالت لي برا مش خذ دبش باش نعملو عيد ميلاد. مشيت حاسيلو هبطت لبست البيت، دخلت الحانوت خديت له السروال الصبات هكاك ونقيت وخرجنا من الحانوت. قال لي ما خذ لي كوره نتاع الفريقي، يحب الفريقي برشا. قال لي خذ لي كوره نتاع الفريقي، راني مش هذيك هو الكادو مش نفرح بيه، فهمت. ماشي انا هكاك معني في شيرت بومندير، عرضني في نهج المانيا زوجك هذا، اي عرضني في نهج المانيا. حمل ولده، سلم علي، ما معناها عرفت ما فما حتى شيء، عادي صدفة قابلنا صدفة في نهج المانيا. حملوا أهلا بيك سافا ما نعرفش شنيا، يبقى يمشي بيها. قلت له انا راهي مش ثنيتي هذيا، دخل بي على نهج مصطفى مبارك، هو من نهج المانيا يمشي بي نهج مصطفى مبارك. قلت له انا راهي ماشي ثنيتي من غاديك، فهمت، مش مشي هكا. قال لي ليه هبش مش مش ندخل الحماس نشري له معناها يا غرض حاجه هكا وبعد روح بي. قلت له بيه، بقيت انا واقفه هكا بعيد، دخل هو بي للحماس. حسب انا بعد ما سالت ولدي بعد الحادث سالت ولدي، قلت له شنو شريتو من حماس؟ قال لي ما رانا شرينا حاجه مربعه هكا كيخت اصفر، هو يقصد في اللام اللي شريه. اما ريت هو يخلي ولدي يحكي لي فيها مدام جيهين يعمل لي ما سامحني. قلت له انا علاش باش نسامحك؟ قال لي راه ريت هذيك المربع هذاك لونه الكيغت اصفر. قال لي في باليش بيه لام، كان جاي في بالي بيه لام ما راني. قلت له الحماس ما تعطيهوش راه يحب يضرب ما توا ولدي توا يقول لي ما مسامحني ما والله لا في بالي بيه لام. انت قلت له مسامحتك انا اخي انت تعرف ما تعرفوش انت الشيء هذايا، فهمت. ريت ولدي انا معناها توا في باله معناها هو مذنب، حسب الذنب والله. شايف المشهد الكل، شايف المشهد الكل. ايش بعد ما شري رجع لي هكاك قال لي اخي توا وين ماشي؟ قلت له باش نمشي نهزو البومندير باش نشري له كوره ونراو. انا مازلت نحكي معناها مازلت باش نقول له معناها نحكي له هكا في الفازه ونشوف فيه كيفاش جبد اللام هكا وضربني هكا في في في, في وجهي. حاسه عملت هكا بقيت مغطيه وهو مغطيه معناها غديت بيديا، فهمت، وهو يجبد لي في يديا يجبد لي في يدي. ما حبش ما نجمش نسيب بيديا، فهمت، شدني من شعري يعمل لي هكا باش انا نسلم ونحي يديا. عمل هكا اوبي شد يضربني على يديا ضربه جات القويه في ايدي. اما ناس دخلت شكون كان موجود؟ ناس خايفه لا اول مره معناها ما فما حد شيء، خاطر الناس خايفه الانسان في دولامك وشيء خافوا عندهم الحق تو يقول تو معناها كي يجوا نحزوا الحج تجي فينا ضربه ولا، فهمت. اما من بعد مش بعد هكا مش فقط هكا نحس فما عباد. اما انت دخت وقت دخت اي لعبت لي الدوخه انا، فهمت. اما كيف فقت كاين حسيت فما معناها برشا عباد، برشا عباد جاي حسيت ما ذكر حشاي. ولدك وقتها شنو كان يعمل؟ ولدي يا حيت يما 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 مش تموت يما مش يقتلوها يما مش يقتلها يما راه مش يقتلها يا راه حسيت عرفت شنو هي بقات في 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 في, في فم وليد حتى طلعنا في الكهرباء الاسعاف. مش يقتلك يما نفس الكلمه، مش يقتلك يما مش يقتلك يما يعني عفت في نفس الكلمة مش قتلك يما مش قتلك يما. ويخزر لي مصدوم ويخزر لي دي كيفاش محلول الضربة ويخزر لوجهي حاسيلو ما مصدوم انا لطو ولدي مصدوم. وصلتك تهديدات قبل الاعتداء هذي من عنده هو؟ فما مشكلة بيناتكم ولا من عنده هو؟ وصلتني اي تهديدات يعمل راني شو تعرف من الاخر شنو جاء طلبني. قال لي مره طلبني شوف انت حد مخوه، قال لي بقلبك انت؟ قلت له انا ايش فما. قال لي تعبت لبس البلاد اجا نخلصوا. قلت له انا كيفاش باش نخلصوا؟ قال لي نضربك. شو معنى اجا نخلصوا؟ نخلصوا انت باش تطلق نضربك في وجهك. يعني سبب طلاق، سبب طلاق الاخراني يعني سبب طلاق أي. تحب تطلق نضربك في وجهك وامشي على روحك. قلت له خدي نورمال تبتحكي معايا هكا؟ انا نقول ديما نقول كلام يعني ما بعد اللي عشت الكل سمحني ريم بعد اللي عشت الكل تقول باقي كلام. قول باش يضربني بكفي حتى كمش يعني باش يضرب معني باش يصادفني هكا بالصدفة متاع كف متاع واحد باش يجبدني من شعري متاع اما ما لا مش مشكلة انت كف مش مشكلة ليه قلت حتى بالصدفة معناها التهديدات هذوما هذايا خطر أي. تهديد راه مش حتى اللي كنتي راه النساء اللي تسمع فينا كي حد يهدك ما تمشيش للامن تقول لهم اي مشيت للامن راني تهددت ليه مشيت. قلت مشيت للامن قلت لهم راهي هذا تفيا راهو يجي يحب يعني يضربني في وجهي هك. قلت لهم معناها ما تضرب انا في وجهي كان ما انتم ما تدخلوا ليه في بالهم الامن عملوا الالتزام فما اجراءات صارت فما الالتزام ما فما حتى شيء ياخذوا نمروه ياخذوا نمروه يقولوا تنطل ما استدعوش حتى مره ما استدعوش حتى مره ما تمش استدعوا يمكن انت مش على علم مثلا ليه مستدعوهوش ها مستدعوهوش متاكده اي
تي انا المنطقه نتاع السجومي جاوها معناها بعث لهم وكيل الجمهوريه ورقه اللي معناها يلزمهم يسمعوني مش فهمت سمعوني وما فما حتى شيء ومشي الموضوع على روح. ومشي على روحه الموضوع كيفاش اسعفوك شكون اللي انقذك حسولو العباد تطلب هكاك شويه اخر جاي الحاكم وجات الامبولانس طلعت انا ولدي اي وهزوني للسبيطار الضرر اللي حصل لك نسبه سقوط يدك شحويلها اليوم حسولو عندي سقوط في ايديا ايديا ما عادش تحرك امبارح مشيت نحي في ماني عملت عليها عمليه نحيت الغرز نحيت الجبيره اللي كانوا عاملين شديني بها صبعي هذايا اللي متضرر فهمت حسيلو ما عادش صبعي يتحرك جملة ساي قال لي خاطر العنب تضرب وكل شيء قالوا لي لازم معناها برشا مساجات مش يرجع يتحرك فهمت وصبعي كش ما عادش يتحرك جملة نسبة سقوط قديش ريم حطوا لي في السقوطة هي السيرتيفيكا فيها 21 يوم اما سقوط معناها والله ما متعرفش بالضبط بعد الاعتداء اللي صار لك توقف زوجك توقف بالوقت اي توقف بالوقت شدوه توقف بالوقت اي في لحظه الاعتداء في لحظتها اي وهزوه للمركز ولا الامن حذر الأمن ولا الامن 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 كان متواجد اي اخي انا ضربت كيش معناها قريب الباب حار قريب القوس معناها وين موجود الحاكم غادي فهمت كي جا هارب شدوا الحاكم وعلى فكره قبل ما يشدوا الحاكم ساعه قبل ما يشدوا الحاكم بعد ما ضربني انا مش هضرب واحد اخر اي شكون وحده الطفل اللي ضربه هو اللي معناها اللي كنت نخدم انا وياه في رد نسبه فهمت كان ذي معناها يرحم ويدين ويدي معناها تصور انت يعاونني معناها كسوي معناها عيد يعطيني معناها الصغار يعاونني في صغاري نبدا نقصدني سلعه معناها يقول لي هن معناها انا ما بعضنا فهمت واللي جاب ربي من بيناتنا فهمت مشي حاسيلو ضرب خاطر خدم معايا خاطر عاونك صحيت ولا شك ولا أي حد يوهم من فما علاقه بينك وياه اي يقول لك نضربها نمشي نضرب اللي يخدم معاها مش تبين معناها حكايه فهمت اي وشن الفايده منه هذا حس ما انت تعرف زوجك او تفكيره وعشت معاه سنين شنو الفايده هو حبي مسخ لي سمعتي معناها حب معناها كيف يتشد ولا حاجه بك خانت تكون فيا فهمت حتى العبيد قالوا لي تخون فيك معنا شريتها بشديدها انتي معها ولدها كيفاش معنا كيفاش تخون فيك فهمت شريتها تخون فيا وين تخون فيك في باب حر لأن قدم العبيد شريتها تخون فيا يعني شريتها مع واحد وين هو في نصبته وانا في شيرة اخرى ما نخوز ما اليوم حكينا على باش عقليات عن احنا توينسا تخون فيا دونك عندي الحق نعنفها نعتدي عليها نتسبلها في سقوط يدها ما عادش تنجم تحركها يمكن مازلت نجم تخدم اليوم ليه ما عادش نجم نخدم انا زي جمله انا باه تصدمت انا باه نغزل صبعي نعمله تحرك تحرك على خاطر ولدي تحرك على خاطر بنتي والله نخزر ولدي نخزر البارح صبعي نحب نحر عرفت ويقفه هكاي نخزله نعمله تحرك كمان على خاطر نحبش تحرك بالحق ما هبش تحرك بره ليلة كاملة ندعي يا ربي أخزر لك الصغار والله نخزر نحكي مع صبعي البارح ليلة كاملة نحكي مع صبعي تحرك نسيش على خاطر على خاطر ما هبش تحرك شكون وقف معك في اللي عشتوا الكل مش كان في الاعتداء الاخر أمي وبابا وأخواتي أمي وبابا وأخواتي وقفوا معايا خاصة أمي تعبت مسكينة تعبت تسفي الصغار تقوم صبيح تلبسهم خاطر ما عادش نجم تو ساي ما عادش نجم تلبس ولادك كيما العاده تلبس فيا انا تلبس فيا شنو الحاجات اللي ما عادش نجم تعملهم ريم بعد الاعتداء هذايا يعني انا نسال فيك نحب نحسس الناس بالحق شوفوا راه العنف وين يؤدي وين يوصل مراه كانت تخدم قايمه بولادها تعاون في عائلتها زاده تلقى روحها اليوم ما عادش نجم تمارس حتى نشاط ما عادش نجم تخدم وحتى ابسط الحاجات ما عادش نجم تلبس اي حوايجها وحدهم ما عادش نجم نلبس حوايجي وحدي بالنسبه لولادك شنو فقدوا معاك بعد هالاعتداء اللي صار عليك اولادي انا عندي بنتي تحبك المشطات وكل فازت هذيك الكل تو ما عادش ما عادش مش بنتي شعرها ولدي زدها هكيك ما عادش لبسهم لبسهم انا فهمت ساس انا لبسهم ساس انا يعني دوش لهم انا ما نعرفش كل شيء انا نعمل لهم فهمت تو نلقى روحي ما نعمل حد شيء نلقى روحي الامي المسكينه المراه الكبيره هي معناها على قد جهدها فهمت
هي اللي تعمل في كل شيء. انت مقيمه مع عائلتك اليوم هكا؟ مع دارنا. هي امي تعمل كل شيء، انا ما نجم. قلت لك انا امي هي اللي تلبسني تا خاطر ايدي وقفت، ما عادش نجم نعم بها حتى شيء. انا حدث بدري ثلاثه هي مسكينه تلبسني فيه، تربط لي بكري، تربط لي في الخيط بتاع سبات نعمل. يا امي سامحني بالحق والله، شاء الله سامح. انا قلت نحكي لك حاجه، ان شاء الله امي تسامحني هكا، ان شاء الله امي تسامحني. في شنو حسيت روحك مذنبه مع امك بالضبط؟ خاطرني ما سمعتش كلامها، خاطرني بالحق ما سمعتش كلامها. تمنيتها راهي قتلتني وقت اللي انا قلت لها اني مش ناخذ الفلانه هذيك. تمنيتها هي قتلتني، تمنيتها راهي ربطتني، راهي ما نعرفش انا. ومهم معناها ما خليتهاش تعيش اللي عايشته هي تو. تعاني فيا يعني، تعاني فيا انا وتعاني في صغاري. وقت اللي انت تشوف من المفروض يمكن توا المفروض انت السند ليهم. صحيت ولد هي ولد انا وصغاري زوج. سألنا سؤال، قلنا شكون المسؤول على العنف اللي يتمارس على المرأة؟ شكون المسؤول على العنف اللي قاعدة تعيش فيه المرأة التونسية؟ وشكون المسؤول على الجرائم الكبيرة؟ رانا يوميا بالحق ولينا نسمع على كوارث اللي ترمت من سطح، اللي ترمت من شباك، اللي تقتلت بآلة حادة بسلاح، اللي تحرقت وباش حاجات صعيبة. أنا منحبش حتى نزيد نذكر أمثلة، باش حاجات مؤلمة وتوجع ونشوفوهم نقولوا شنو هذا، هذا صاير في تونس؟ أي هذا صاير في تونس. وهاوريم المثال اليوم صبرت، وأحيانا الصبر ماهوش باهي، أحيانا تاخذ قرارات مهمة في حياتك تقف روحك لولادك، وقت اللي يلزمك توقف هالنزيف متاع الاعتداءات هذا يلزمك توقفه، على خاطر المرأة راهي كيان، راهي إنسان، راهو مش من واجبها تتحمل الذر والعنف والإهانات وعديدة الاعتداءات الأخرى اللي مازلت باش تحكي لكم عليهم مريم، على خاطر الحكاية ما وقفتش هوني. باش تفاصيل أخرى مازلتوا باش تعرفوها على وضعية اليوم مع ريم، نرجع لكم بعد شوية في نهجة تريبيونال الانترفيو. مرحبا من جديد، انتم تسمعوا في نهج تريبيونال انترفيو. ضيفتنا ريم، امراه تونسيه، زوجه وام، كما قلنا عندها زوز صغيرات، كانت تخدم على روحها، عندها نصبه خدمه بسيطه باش تعاون بها روحها، ولكن كانت الخدمه هذيا معاونتها باش تنجم توقف لصغيراتها وليداتها. اليوم بعد الاعتداء اللي صار لها واللي جيت قبله راه برشا محاولات اعتداء تشبه له كيفه ولا اكثر منه، ولكن هذا اللي تسبلها في نسبه سقوط. اليوم ما عادش نجم تستعمل يدها، ابسط الحاجات اللي كنت تحكي لكم عليهم قبيله شويه ما عادش نجم تعملهم، ما عادش نجم تلبس صبات وحدها، ما عادش نجم تتلهي بولادها، وهذه حاجه صعيبه برشا عند الامهات. ربي فضلك الوالده وولادك يكبروا ولي هما يتلهوا بيك، علاش ليه؟ ريم نحب نلخص معاك الاعتداءات اللي عشتهم طيله سنين العرس الكل، قلت لي فيهم العنف المادي، المعنوي، النفسي، الاقتصادي، زيادة حتى فلوس كنت تخدم هو ينحيهم لك. نحبك تلخص لي هل عشتوا هذي الكل من عنف انت ريم وولادك زيادة اللي عاشوا معك واللي كانوا حاضرين زيادة اكثر من مرة؟ اكثر من مرة ولادي حاضروا، ولادي طور هس فيهم تبيب راهو انا متابعة نفسية في سبيتار الزوز. أنا عندي توا حكيت ثلاثة أيام اللي هزيتهم، الطفل نفسي تتابع على الأخر، في باقتلي راه نفسي تتابع على الأخر، الطفل حزين على الأخر، حاس بالخوف، فهمت؟ طفلة هكاكة، طفلة قتلي ياسر مصدومة، طفلة مصدومة، طفلة بالحق غير عادية، فهمت؟ من الاعتداء الأخير وإلا عاشت معاك حاجات أخرى قبل؟ البنية عاشت معايا زادة حاجات أخرى، البنية حاسيلو مرة زادة في أنا في الدار هكاكة، وقتها عرش إيه روحت تعبة، تصور أنت مروحة تعبة من السوق على الأخر، ومروحة ومهزة معايا العشية، فهمت؟ ما لقاش باش يتسبب يقول لي توا طيب، هني جبت عشية، هني شريت عشية من برا، قال لي توا تقوم الطيب، قلت له أنا هاك شريت كوكول، أنا راني تعبة، تعبت نهار كامل سيقي على الأخر ما نجمتش، يعمل هكاية فما لام فهمتش انا منين جبدو في الدار، عايش باللامات في الدار، فهمت؟ فما لامكيه يجبد هكيه، هو اول هددني باللام، ما ضربنيش نهارتها، فهمت؟ اما هدد فيا هكا باللام، بنتي يا مم يا بابا ليه، يا بابا ليه، يا بابا ليه، خرجت من عقلها، فهمت؟ بدات تسيح وتحيط وما نعرفش شنو هي، مش حاسيلو هو
راث فهمت ونحاها اللام ذيك كل شيء ونعملوا هكا قدام بنتك هكا قدام بنتك وبعدش هكا زعم يحمل فيها وما نعرف شنو ليه فادلك معاها وما نعرف شنو راني نفادلك وعاشوا تحت سقف واحد سنين اي برغم الاعتداءات والتهديدات ويضربهم يعني انت تتعنف وليدك يتعنف يتعنف واي انا معك انت الحقيقه نحب نقول راهو الاختار المراه لازم تحس بيه مع اول اعتداء ولازم هي تعرف تقول ستوب يزي يكفي ما كانش راهو نتيجه باش تكون هكا اليوم عائلتك لها بيك عائلتك والدتك هما اللي لهين بيك انت ما عادش نجم تخدم منين تنفق على ولادك عندك نفقه كيفاش تعيش عامليني نفقة أما مش قاعد يعطيني في نفقة جملة عمره ما عطاني نفقة جملة من اللي معناها قدمت في النزلة في الطلاق ما عطانيش حتى نفقة ما نعيش من معناها بابا معناها هكا ناكل مش نعيش ناكل معاهم نشرب معاهم كهو كان معناها حتى ماكلة ما تعجبنيش لازم ناكلها خاطر علاش شنية مش ندلل وعلى شنية أنا مش نتشرط عليهم فهمت فما حاجات أنا صغاري ما ياكلوهاش فهمت راضين باللي معناها عايشين دارنا بابا زويلي بابا روتريت فهمت هذيك هكاها بالموجود عيشوا بالموجود هكاها نحب نخليك الكلمه الاخيره اللي كنت ريم تنجم تقولي تحب تنجم تلخص اللي عشت وتنجم تنصح بوتيت خمسه تسمع فيك قول اللي تحب مش ننصح نساء اللي تسمع فيا ردوا بالكم معناها من اول يلزم من اول ما مش من اول مش نقول اول كف انا بكون حتى كف معناها ما مش معناها كيفاش نقول مش شوية الكف صحيت الكف مش شوية صحيت صحيت يلزم معناها من توق معناها نقول معناها ستوب من أول عنف معناها تتعنف له المرأة فهمت تعملش غلطي أنا خاطرني كنت ونقول لي معناها أصبر 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 معناها ديما نعطي في أمل ديما نعطي في أمل على خاطر صغاري فهمت على خاطر زد كلمة العباد أنا راني ديما مشكلتي صغاري كلمة العباد أكهو إذكم هو شني مشكلتي فهمت ونقول لهم معناها أعرفوا شني تختاروا أعرفوا ما يرموش رواحهم البنات ذوما اللي يقولوا معناها هاو عمري 30 سنة كبرت وهاو ما نعرفش شني اللي والله العظيم تقعد في دار بوها معزه مكرمه فهمت ولاد تمشي معناها ترمي روحها هكيكة ترمي روحها هكيكة مع واحد اللي يجي اعطيني بركه نعرس معناها فهمت يلزم معناها تصبر ويلزم معناها تعرف كيفاش تختار المراه فهمت انا زيد نحب نقول حاجه اخرى نقول معناها لك الجمعيات الخيريه وكل شيء معناها يتلفتوا لي انا لصغاري بالحق ما عنديش باش نصرف على صغاري بالحق ما عنديش باش نصرف على الجوتي بتاع صغاري تو وليت ريت صباح نعملهم في كاسروت بالزبده امشوا كولوا بكيكه معناها خبز زبده كهو فهمت بالحق ما عنديش باش نصرف على صغاري ما عنديش باش نصرف على روحي تويت بالحق ما عنديش حتى باش ناخذ دواء اصلا حتى نحشم باش نقول بابا معناها خذ لي كل شيء ونقول انا تو معناها يعني معناها في صغاري كل شيء زد انا نقول له معناها اعطيني مالي ترزينا على بابا برشا والله ثقلت على بابا برشا ثقلت عليه على الاخر فهمت ما عادش بابا ينجم وما عنديش حتى مورد رزق لا عندي كرني حتى كيفاش نمشي نعدي بالفلوس راه بالفلوس ما عنديش لا كرني ما عنديش لا شهريه ما عندي حتى شيء ايدي سقطت ما عندي حتى شيء انسانه ريت عايشه هاكي كهاني في دارنا ما نعرفش بابا كان مدلي ما عنديش صغاري ما بالحق ما عندهم مش ما عندهم مش باش نحكي لك ما والخدمه دوم مالوغوزمون حتى باش تخدم كيما كنت معاش تنجم ريم نحب نقول لك يعطيك الصحه اللي كنت موجوده بحضينا اليوم عايشك انا عايشك برشا تفاصيل الحقيقه حبت تحفظ عليهم نعرف انه مؤلم وموجع انه تحكي لكم على باش حاجة عاشتهم هي هكا اختينا معها فكرة عامة وما تخنيش في التفاصيل حاولوا ما تقول حاجة تحشم ولا حاجة كان معناها نحكي حاجة تحشم انا بيني وبين روحي ما نحبش نذكرها فهمت لما حاجة تحشم اللي صاروا لي نتفهموا انت موجودة بحذينا حكيت بصدق واحنا نسمعوا الجزء اللي انت تحب تحكيه واللي تحب تتحفظ به ولا تخبيه لنفسك هذي يرجع لك ليك انت شكرا على حضورك اليوم ان شاء الله الكلام اللي حكيته انت يكون درس لنا الكل ان شاء الله تسمعوا وتتعظوا من برشا حكايات عاشوهم من سيد توينسا كما كانت تقول لكم ريم راه ناقوس الخطر يدق مع اول الاعتداء دونك عارف وقتاش توقفوا النزيف هذايا ما تخليهوش يكثر ما تخليهوش يتمادى راه كلام الناس ماهوش باش
ينفعكم مشكل في العنف وفي كل شيء، فما بالك انت اللي تتعنف وتتضرب وتتهين وتتسب، ولادك يشوفوا يغزروا ويعيشوا معك، هذيا كيف باش يخرجوا هما نهار اخر للمجتمع، كيف باش يعيشوا، كيف باش يقراوا، كيف باش يواصلوا حياتهم. احنا سالنا سؤال وباش نعاودوا نسالوا، شكون المسؤول باش نخرجوا الناس، باش نخرجوا، خليني نقول ازواج، لانه اليوم حكينا على الازواج اللي تعنف زوجاتها، شكون المسؤول باش نخرجوا ازواج يتعاملوا مع نسائهم بالطريقه هذيا؟ برشا منهم قراوا، برشا منهم تعلموا، زعما الجامعات اللي قراوا فيهم، ولا الليسيات، ولا المكاتب، ولا العائله اللي ربيتهم هكا، ولا المجتمع والحومه اللي عاشوا فيها حسوا لي هذيا حاجه عاديه وهذيك اللي لازم يصير. شكون المسؤول اليوم؟ القوانين موجوده، علاش ما تطبقش؟ علاش النساء ما تشكيش؟ علاش المراه كي تشكي؟ كيما وضعت ريم اليوم تقولنا راني نشكي أكثر من مرة، راني نقول راني نتعرض للتهديد بالضرب، تهديد يوصل حتى للقتل في وضعيات معينة. علاش اليوم في تونس ما عنيش ما يكفي باش نحميه المرأة بخلاف القانون اللي مكتوب على أوراق واللي وقت اللي يزم باش يطبق يطبق، أما هيت اللي قبل القانون كيما ريم جي تشكي تقولك راني مهدة، علاش ما عنديش مسكن يأويها هي وولادها؟ علاش ما تبعتش من المنطقة اللي موجود فيها هالزوج هذية اللي نجم يهدلها حياتها؟ علاش ما نتفعلوش بسرعة مع الحالات هذية؟ هذية حاجة تنقصنا، ماذا بينا اللي هي تتصلح. هنا نحب نشكركم اللي تابعتونا في حلقة اليوم، ميرسي للفريق الأعداد الكل بطبيعة الحال، أمير شكرا ليك، وأمين مرابط في الإخراج، تحية كبيرة، ميرسي إيمان وإم إفم تيفي. نتقابل معكم جمعة جاية في حلقة جديدة. إيفم ناجي تريبيونال لانترفيو مع جيهان بن عبدالله.